بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات الذين اجتازوا امتحان باك 2023 شعبة الرياضيات، أقدم لكم تصحيح مادة الرياضيات. انتبهوا مليح. النص تاع التمرين على نعتبر المعادلة E 16X زائد 361 جراك يساوي 818 ذات المجهولين الصحيحين X و Y. ألف، تحقق أن الثنائية سيس 6 و 2 حل للمعادلة A، ثم استنتج مجموعة حلولها. ب، عين كل الثنائية X Y حلول المعادلة A التي تحقق القيمة المطلقة لـ x زائد 23 y أقل أو يساوي 4. ثانيا P، عدد طبيعي يكتب 5 ألفا بيتا صفر في نظام التعداد الذي أساسه 7، ويكتب بيتا ألفا 87 في نظام التعداد الذي أساسه 9، حيث ألفا وبيتا عددان طبيعيان. عين ألفا وبيتا ثم اكتب P في النظام العشري. ثالثا ألف، حلل العدد 2023 إلى جدا عوامل أزلية، ثم عين الأعداد الطبيعية التي مربع كل منهما يقسم 2023. ب، نضع دي هو القاسم الأكبر المشترك A لـ A و B، و المضاعف المضاعف المشترك الأكثر عين كل الثنائيات AB من الأعداد الطبيعية التي تحقق إلى M مربع زائد 3 D مربع يساوي 30 درجة. إذن نقلنا هذاك، ننطلق الحل. واحد ألف، من أجل ثنائية سيس نعوض X و Y نعوضهم ب 6 إكس تاع واي كالك 2، مدنا 880. إذن الثنائية 6 و 2 حل للمعادلة أو. نكتب كذلك 16 مضروب في إكس ناقص 6 هو 361، 2 ناقص إكراك. العدد 361 يقسم x ناقص 6، لأن 16 و 361 هما أعداد أولية ما بينهما، يسمى 360 يقسم x. إذا كان يقسم، إذن x ناقص 6 يساوي 861 k، k هو عدد طبيعي، إذن x يساوي 361 k زائد 6. والعدد 16 يقسم 2 ناقص y، ومن هنا y يساوي 2 ناقص 16 k. مجموع الحلول إذن S هي 360 k زائد 6 kx، و y هي 2 ناقص 16 k. واحد ب، القيمة المطلقة لـ x زائد 23 y أقل أو يساوي 4، لأن x نعوضها بهذا القيمة هذه و y بالقيمة هذه اللي موجودة سابقا، نتوصل إلى ناقص 7k زائد 52.
لأن أقل أو يساوي 4. لهنا عندنا القيمة المطلقة أو هذا العبارة ناقص 7 ك زائد 52 محصورة ما بين ناقص 4 و 4. وشو لاحظوا نبداو ناقص من زائد 52 أقل من 4 معناه ناقص 7 ك أقل ناقص 52 زائد 4 معناه 48. 7 ك أكبر أو يساوي 8 ربع معناه ك أكبر من 7. إذا كانت ناقص 7 ك زائد 52 أكبر أو يساوي ناقص 4 معناه ك أقل من 8. إذا ك محصورة ما بين 7 و 8. الثنائية إذا ك إذا كان ك يساوي 7 إكس يجراك الثنائية هي كالتالي إكس هي 2533 وواي جراك هي 110. إذا كان ك يساوي 8 إكس يجراك الثنائية هي تساوي 2894 وناقص 126. اثنين في نظام التعداد 7 هذه الكتابة راكم تشوفوا لهنا والكتابة في الإعداد في الإعداد في نظام التعداد 9 هذه الكتابة. إذا الكتابتين متساويتان ها هي ومن هنا نستخرج هذه العبارة هذه وهذا العبارة تفكرنا إلى السؤال الأول 2 مضروب في 16 ألفا زائد 366 بيتا يساوي 818. الحل وشنهي إذا جعلنا ك يساوي صفر معناه إكس وهو ألفا أهو إذا ك يساوي صفر إكس يساوي 6 إذا ألفا تساوي 6 وبيتا تساوي 2 لها كتاب ب في نظام عشري نعوض ألفا ب 6 وبيتا ب 2 هذه هي. ثلاثة ثلاثة عندك العدد 2003 وحولتنا إلى جدا عاملين 7 مضروب في 17 مربع. حلل العدد 2023 جدا عوامل أولية ثم هذه هي عادل العلوية ثم أعين الأعداد الطبيعية التي مربع كل مربع كل منهما يقسم ذاك. إذا عندك الأعداد التي كل منهما تقسم ذاك هي 1 و17. نقدر نكتب إذا لو بي شي سي دي دو أ و بي هي و دي. إذا الآن نقدر نكتب دي أف معناه هذا بي جي سي دي دي يقسم أ وكذلك يقسم بي. فيما يخص بي بي سي ام المضاعف الأصغر الأصغر المضاعف المشترك الأصغر ام دي أ فتحة ب فتحة
أ فتحة و ب فتحة أوليا فيما بينهما. نعوضها لهنا واش مدلنا راكم تشوفوا لهنا، مدلنا أ فتحة ب فتحة اثنين، معناه أ فتحة ب الثنائية هي واحد و اثنين، و أ فتحة ب فتحة يكون اثنين واحد. أ هي 17 مضروب فيه واحد، لأن اعتبرت بلي أ فتحة هي واحد، هذه هي هي 17، ب 17 مضروب في اثنين، إذا أ ب ثنائية 17 34. إذا اخترنا أ فتحة ب فتحة اثنين واحد، نكتب أ هي دي، معناه القسم الأكبر، القسم المشترك الأكبر هو 17 مضروب في 2، هاي لهنا. ولهنا هاي النتيجة هي أ بي الثنائي أ بي هو 34 و 17. انتهينا، والسلام عليكم ورحمة الله. وما تنسوش تشاركوا في هذه القناة من أجل أن يصلكم الجديد.